اكد الرئيس السيسي ان جوهر حرب اكتوبر المجيده هو الكفاح من اجل تغيير الواقع من الهزيمه الى النصر وشدد الرئيس السيسي على ان تغيير الواقع لا يتحقق بالكلمات والشعارات وانما بالرؤيه المتكامله بعيده المدى والتخطيط العلمي وتوفير اليات وعوامل النجاح ثم العمل الدؤوب ان جوهر حرب اكتوبر المجيده هو الكفاح من اجل تغيير الواقع من الهزيمه الى النصر ومن الظلام الى النور ومن الانكسار والمراره والالم الى الكبرياء والعزه والفخر ويقين الراسخ بان تغيير الواقع لم يكن ولن يكون بالكلمات والشعارات والاماني وانما بالرؤيه المتكامله بعيده المدى والتخطيط العلمي وتوفير اليات وعوامل النجاح ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب ثم العمل الدوب